وبدأ فعالياته في فجر 25 يناير. بدأوا في تنفيذ بعض العمليات التخريبية بعد صلاة فجر 25، تمثلت في تفجير بعض أبراج ومحولات الكهرباء، حرقوا بعض مكاتب البريد وغرف التليفونات، تعدوا على بعض عربات السكة الحديدة. احنا كنا حاطين خطة أمنية محكمة في هذا في فجر هذا اليوم، كنا مشددين الحراسة على المنشآت، وكنا مكثفين الدوريات الأمنية والأقوال الأمنية. وطبعا في هذا المجال أنا بتوجه بالشكر لبعض المواطنين اللي كان ليهم بالغ الأثر في أن احنا ضبطنا بعض العناصر الإرهابية متلبسة أثناء محاولتها ارتكاب هذا العمل العدائي. على سبيل المثال في مركز سنورس في الفيوم، الأهالي عاونوا الشرطة في ضبط 2 من العناصر الإرهابية، كان معاهم أسلحة آلية وذخيرة أثناء قيامهم بمحاولة إحراق بعض المحولات. كمان الأهالي في منطقة أبو زعبل ضبطوا شخص أثناء محاولته وضع عبوات نسفة عند نقطة شرطة أبو زعبل في الخنكة، واتضبط معاه 4 قنابل و8 زجاجات مولوتوف و12 قنبلة مسمارية. في نهار 25 رصدت المتابعة الأمنية ان هم حاولوا في بعض المحافظات اعملوا حشد، لكن الحشد كان ليس بالعدد، كان قليل جدا، فحسوا ان هم فشلوا في احداث ما ينوون فعله، في ان هم كانوا متخيلين ان ممكن تحدث ثورة اخرى على النظام يوم 25.